من أعظم الحكم التي استمعت إليها وأسعدتني كثيراً وعلها أن تسعدكم، وأحب أن أكررها بين الحين والآخر، تلك الحكمة القائلة التي تبعث الأمل في النفس وتزيل عن القلب اليأس، الحكمة القائلة: كل الأبواب السنة أن تطرقها 3 مرات، فإن فتح لك وإلا فارجع، إلا باب الله سبحانه وتعالى. كلما زدت في طرقه كان جديراً أن يستجاب لك وأن يفتح لك. إي والله، ما أعظم هذه الكلمات، إنها تحمل معناً موجوداً في القرآن ومعناً موجوداً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نطمع في فضل الله عز وجل، وأن نكثر من طرق بابه ومن دعائه، وأن نطرح بين يديه كل شيء نريده، الواحد الأحد الصمد الذي يستطيع أن يلبي كل حاجياتك الشخصية، أو حاجياتك في مجتمع، أو حاجيات الأمة. هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي يقول لنا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لماذا لا أدعو مع الله أحدا؟ لأنه لا يقدر على كل شيء إلا ربنا سبحانه وتعالى. عجب لإنسان يعلم عن وجود الله عز وجل، يعلم عن قدرة الله، يعلم عن حلم الله، يعلم عن جود الله سبحانه وتعالى وعطائه وكرمه، ثم يذهب إلى مخلوق حياً كان أو ميتاً، أو يذهب إلى صنم، أو يذهب إلى حجر أو إلى شجر، يطلب منه الإعانة والتيسير. قل هو الله أحد، ولأن الله أحد وواحد وجب أن يتوجه هذا القلب إليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وما من إله إلا إله واحد. نعم، أطرق باب الله وكرر دعاءه. عندنا مآسي كثيرة، عندنا طموحات كثيرة، دعونا المرة الأولى والثانية والثالثة وإلى الآن لم يستجب لنا. ثق تمام الثقة بربك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ولتجعل كلما تأخرت الإجابة، اجعل هذا دافعاً لك إلى أن تعيد دعاء الله مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فدعوت فدعوت فلم يستجب لي، ثم يستحسر عن الدعاء ويترك الدعاء. لا يا أيها الكريم، ادعو الله وأكثر من الإلحاح إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يدعو الله شيئا إلا أعطاه الله 3: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر نحن رابحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر. الله لا تفنى خزائنه، ولا تقولن لنفسك: أنا الإنسان العاصي، أنا الإنسان المذنب، أنا الإنسان المقصر. اجعل اعترافك هذا اعترافا إيجابيا يدفعك إلى أن تقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن تطمع في فضله، وأن ترجو ثوابه، وأن تستغفره، لأنه هو القائل لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن سؤالا هنا يطرح: لماذا لا أقنط من رحمة الله؟ فتأتي الإجابة: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.